السكين عجوز غير ما نشوف. اللي وقع يا ناديه وما صح معايا. عارف اني عمري ما كنت اب شاطر، بس كنت بحبك انت واخوك وعايز ارضيكم طول الوقت. السلام عليكم جميعا. تحية لكل الحضور. أنا بشكر بشكل شخصي أخويا الأستاذ خالد فؤاد والكاست كله اللي معاه في تكريم يعني رجال أكتوبر وكل المبدعين اللي عملوا عمل بيحفز الناس وبيقول للناس كلمة يعني هي إيه مصر. شكرا لكل الفنانين الموجودين، شكرا لرجال القوات المسلحة.